بحبش هاي الحركة اللي عملها العريس حاطط ايده فوق راسه هيك. يعني هذه تحية مثلا انه كلكم على راسي زي هيك. السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد، بتمنى كلكم تكونوا بافضل حال. كيف معنوياتكم؟ بتمنى يا رب دائما معنوياتكم تكون عالية وما في اي اشي يهزكم الا رب العالمين فقط، اما العالم كله هذا ولا له تأثير، الاول وبالاخر ناس فانية. فدائما خلي ثقتك بالله ودائما كون متفائل ودائما كون عارف انه هذا اللي بيصير واللي بيصير معك في حياتك كلها هذا مقدر من رب العالمين. اليوم معايا فيديوهين حعمل عليهم ردة فعل. الفيديو الاول فيديو انا يمني تلاقيني والقلب فلسطيني، الفنان خالد زاهر، كلمات محمد الدوفيني. طبعا الرابط الاصلي حيكون في قناه الشاعر محمد الدوفيني، ححطه في صندوق الوصف. الرابط الاصلي لقناه الشاعر محمد الدوفيني ححطه في صندوق الوصف، تمام. ومعايا كمان فيديو مؤثرون اجانب واطفال يحاولون تقليد الناطق باسم جماعه الحوثي العميد يحيى سريع. خلينا نشوف الفيديو الاول وبعد هيك نشوف الفيديو التقليد للعميد يحيى سريع. يلا. أنا يمني تلاقيني والقلب فلسطيني، بزفاف أحييكم وأحيي اللي جيني اللي جيني اللي جيني وأحيي اللي جيني. أنا يمني وفلسطين تسري بشراييني في القدس نبض قلبي. طبعا هي نفس لحن أنا جرب فلسطين. ضيا عيني ضيا عيني وبغزة ضيا عيني. أنا يمني مع الأقصى على عهدي على ديني. أنا يمني مع فلسطين في كل عناويني 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 في كل عناويني. يعني فرح حقيقي وعملوه على طريقة يمنية فلسطينية مع أغاني فلسطينية. أيوة لبس بشار، بشار العريس. هاي اللي بصبها، هاي قهوة عروقة اللي قبل عرق سوس، فعنا نفس الاشي. مبروك الواقع المنغوص والخيرات، فرحة تتناقل على الناس في الأثير. يا جماعة أنا مش شايف، أنا نظري ضعف الحرب هاي بالذات أمامي. طبعا أنا حاطة سماعة واحدة بس، السماعة التانية مش قادرة أحطها، دنيا كتير بيوجعوني من أصوات القصف كان والأشياء هذه لما كنا بغزة. كتير كتير كانت الضغط على الأذن، فبعد ما كانش واحد حاسس هو بغزة، يعني كان حاسس إنه الدنيا بتجعه وعينيه بتجعه صداع 24 ساعة، بس يعني ما كانش مركز بصراحة، مركز في الحرب ومركز في الشهداء وفي الأجواء أكتر يعني. بس لما طلعنا من غزة بلشت أحس إنه فعلا لا، أنا الدنيا بتجعني، السمع عندي مش طبيعي، النظر عندي مش طبيعي من الغبار والأشياء اللي كانوا يرموها. فأنا حاطة سماعة واحدة لأني مش قادرة أحط السماعة التانية بصراحة. خلينا نكمل. حلو يعني انا كيف الواحد ممكن يعمل فرح يمني لكن بطابع فلسطيني برضو يعني. هذا زي العريس رهيب في اليمن بصراحة، أول مرة كنت أشوفه في فرح مصطفى المومني.
فريد. هذا سيف انتوا بتصبوا قهوه؟ لا مش قهوه خالص، العزا بنصب قهوه. الافراح عرق سوز زي ما قلتلكم، اللي هو كانت اللي اجابوها اول لقطه يعني من كاسه لكاسه. هذا فرح يكون تاريخي بصراحه، يعني فرح يمني بطابع فلسطيني. ايش هاي الحركه اللي عملها العريس حاطط ايده فوق راسه؟ يعني هذه تحيه مثلا انه كلكم على راسي زي هيك. لبس يمني مع كوفيه فلسطينيه مع علم فلسطين. في ملاحظة أنا بدي أحكيها، معلش خلينا نوقف عشان الصوت. العريس صغير، يعني أنا ملاحظة إنه العريس صغير، يعني أنا بعتقد إنه الفرح برا مش في اليمن، برا يعني. اكتبوا لي تحت في التعليقات اللي بيعرف العريس الفرح برا ولا في اليمن. أنا أعتقد إنه في اليمن. هاي أول شغلة، المروحة اشتغلت، صوت المروحة اشتغلت، اللابتوب ضرب يا جماعة، كتير صوت المروحة عالي صار، مش عارف أصور. طيب خلينا نكمل بس الفقرة هذه. عندكم باليمن قديش الأعمار، قديش بتزوجوا يعني بالنسبة للشباب؟ يعني أنا شايفة إنه صغير، يعني مثلا لو 20 سنة، 22 سنة، 23 سنة، 24 سنة، يعني 24 سنة صغير برضه، يعني مثلا 25 عنا، 26 ممكن، 27 ماشي، 28 بصير كبر خلاص. يعني لازم يتزوج خلاص، 28 29 30. بس انا شايفاه او هو شكله بيدي انه هو صغير. اكتبوا لي تحت التعليقات المناطق عندكم سن الزواج، هل في ناس كتير بتتجوز بدري مثلا ولا في سن موحد فانتم معتبرينها عادي؟ يعني هي شغله. الشغله الثانيه خلاص ما في شغله ثانيه، المروحه اشتغلت. احنا هنكمل على الجوال عشان المروحة يعني مش قابلة بالمرة خلاص، يعني هلا هي بدها تبرد على الجهاز خلاص، يعني فشغالة شغالة شغالة، صوتها كتير عالي يعني. هلا حنسمع على الجوال مؤثرون واجانب واطفال يحاولون تقليد النطق باسم جماعة الحوتي العميد يحيى سريد. خلينا نشوف. I got another one, okay? إن القوات المسلحة اليمنية أطلقت صواريخ باليستية والنتائج فطايس كبيرة. عيون صادر عن قوات المسلحة اليمنية، هذا سمينا قدي حقنا، شلوك الجن عنده أمريكا حقك. قوات المسلحة صادر على قوات المسلحة اليمنية، قال تعالى إنهم إذا انتقموا كتب الله العجيب للصواريخ البارده. إن القوات المسلحة اليمنية. Bro, I had to practice for like a couple of hours to be able to pronounce it in Arabic the way he does. You know it's impressive because every time this guy comes on TV and he's like, "إن القوات المسلحة اليمنية, we have conquered one more ship."
You know the people in that country with the blue and white flag that nobody likes? You know they're about to get a heart attack every time they see him pop up on TV because they know they just lost another like couple billion. طبعا العميد يحيى سريع له طريقة مميزة جدا في الإلقاء بصراحة. يعني أول مرة إجا العميد يحيى سريع وحكى خطابه إحنا بغزة، كنا موجودين لسه بغزة، إحنا بغزة إخواتي صاروا يقلدوا، أولاد إخواتي صاروا يقلدوا، حتى البنات عنا صاروا يقلدوا كل شوية. هدى قولهم نعم، يقولوا لي القوات اليمنية المسلحة بطريقة كبيرة، تمام؟ لأنه هو فعلا له طريقة مميزة ونبرة صوت مميز، يعني زي عنا خلص عنا أبو عبيدة له كاريزما وله صوت مميز. العميد يحيى سريع برضو نفس الاشي، خلص هو له كاريزما وعنده كاريزما يعني، وله صوت مميز وطريقة إلقاء مميزة بصراحة. ودائما اللي بيقلد شخص بيكون الشخص هذا ناجح. فتحياتي للعميد يحيى سريع، وبعدين احنا بنستنى كمان في بياناته، استني بصراحة عنا سواء كنا في غزة ولا سواء كنا في مصر، احنا بنستنى فيه عشان يلقي الخطاب عشان نسمع شو بده يقول. لأنه بعد الخطاب بيكون خلال الخطاب، يعني الخطاب بيكون عن اشي مميز جدا وعن اشي بيشفي الصدور. تحياتنا لكم، مبروك للعريس الفيديو اللي حضرناه بالاول، والروابط هتكون في صندوق الوصف طبعا لقناة الشاعر. طبعا اللابتوب انا طفيته فانا مش عارف قناة الشاعر، نسيت الاسم، بس هكون حاطة الرابط الاصلي طبعا في صندوق الوصف. تحياتنا لكم، شكرا جدا جدا على المشاهدة، نلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.